في 2007 التحق بكم الدي جي هشام بلقاس الله يرحمه اللي توفى سنة من بعد في 2008 وطبعا اللي كانت كتربطكم به علاقة صداقة كبيرة من غير الخدمة. هشام بلقاس المغاربة كاملين الجمهور المغربي والمحبين ديالكم كلهم تألموا بزاف في الرحيل ديالو، واللي عرفنا بأن خليفة كان معاه فاش وقع لي الحديث. مالك تعاودنا شنو وقع بالضبط وكيفاش طرات هذه الحادثة هذه؟ ليلى الله يرحمه مسكين، الله يرحمه. أول حاجة هو صراحة كنا قضاء الله والقدر ديالو ملي كيتصرف ما كيبقى الإنسان ما يقدم ولا يوخر. صباحا كنا قاعدين في الأوتيل عادي جدا، جاو عندنا دي زامي ديالنا قلنا بقى لكم نهار تمشيو في حالكم من فاس. تحية للناس ديال فاس اللي وقفوا معنا وقفة ديال الرجال، والناس كانوا الله يعمرها داروا في المستوى جمهورنا، الناس اللي في فاس تنشكرهم على هذه المباراة. هذا هشام الله يرحمه مسكين نزلنا كنفطروا وحوي قالوا لنا هذوك الناس قالك يلا نمشيو لواحد البلاصه كاينه في فاس سميتها سبع لويات، فين كاينه واحد كاين واحد القصر رايب تما وكتبان فيه فاس كلها من الفوق. هذيك الطريق كان فيها واحد المشكل، كانت محفره كان فيها شي حفاري. دونك حنا فاش طلعنا حتى الكاتكات ما كانش ديالنا ديال هذوك الناس، مشينا دخلنا صورنا فاس من الفوق الطريق كلها. وهشام الله يرحمه كان تيقول لينا اش واحد تيبانو الديور بيضاء، تيقولنا هو كيبانو ليا القبوره، كيقول بلي القبوره. اش كيقول لك؟ كيقول تيقولنا واش هو هادشي الديور كيبانو كلشي تيبانو يا قبوره، تيبان ليه القبوره هو. يقول له واش هذه روضه كبيره؟ طلع تيبانو لك مع حدك تطلع والمنظر انت كتبانو الديور بيضاء تيبانو بحال دخلتي الروضه وتيبانو لك كلشي. هو تيبانو لي القبوره من هنا مصور بالتليفون وهادشي. كان تيقول لي واش هادشي كلشي هاد الناس هادو كلهم ميتين. قول لي الله يهديك راه هكا دايره فاس راه الديور مصبغين بالبيض وداك الشيء زوين. بقاو كنضحكوا وكنعاودوا ندوزوا ثاني وعاود يجبد لي الموضوع. فاش كنا فاس سنين راجعين في حالنا ركبنا في الطوموبيل ويقول لي بغيت نسوق. كنت انت اللي سايق في الاول؟ ويقول لي بغيت نسوق. قلت له اوكي سوق. فاش نزلي كانت الطريق ضيقه في هذيك سبع لويات وكانت واحد الحفره في الوسط فيها الحجر معمرينها بالحجر ما فهمتش. ويقول هو ونسى المود كات كات ديال الرويد، كان خدامين ربعه الرويد كيدوروا. فاش كنا نازلين دار الرويد دار ديك الحفره من الرويد، فاش بغى يهرب على الجنب ديال الجبل هو يهرب عليه هو يعاود ردها ثاني. جمع كسيرك ويتقليتي بين الكات كات. ونقول لك انا اللي عقلت هو اني شفت الدنيا كلها في الكري وش سمعت واحد السكات لواحد اللحظه ما بقيت نسمع حتى شي حاجه. شفت الكري وشفت السكات وسمعت شهاد الناس كنشاهدوا تنقولوا اشهدوا ان لا اله الا الله في وسط الكات كات. هبط بكم الطوموبيل؟ زلقات تكليسات بينا وهي تلاح بينا من في الخلا في الهواء. عقلتي على والو ديك الساعه؟ كاش عقلت والو. الكات كات تقلبات. اللي عرفت هو انني كنت كنحس براسي انني في الوسط شي حاجه مبروتيجياني محابسه عليا هذوك دوك لي شوك ودوك الدقات. هشام ملي خرجت من الكات كات تنقلب عليه خرج هو جوك خوك تحل الباب وطار من الشرجم ولا تاجكت من جهه الشرجم ولا بحال هكا. طلعت كنقلب الفوق ما كانش لا سانتور دونك طلعت الفوق كيبان لي طايح على صدرو. كان رجليه كانت تهرست لي رجليه وقيلا طاح على رجليه عاد طاح على صدرو. دونك عيطت للدراري قلت لهم راه شنو وقع لينا وشنو وقع لنا. ما كانوش معنا الدراري. ايوا قضاء الله راه تصرف والحمد لله على كل شيء. ولا شنقول لك ماشي دائما السرعه هي اللي كتكون سبب في الموت. ماشي دائما. الله يرحمه. طبعا حنا فقدنا واحد الفنان وانتم فقدتوا واحد الصديق. هذا الشيء كيوقع، هذا قدر الله كما قلتي، وهذه رساله نبغي انا شخصيا نوجهها من خلالكم ومن خلال هذا الحادث الاليم اللي وقع للناس اللي كيشدوا الطريق يردوا البال اكثر في الطريق وما ينساوش حزام السلامه لانه ضروري بزاف، لانه كيحمينا من بزاف ديال الحوايج اللي ممكن يوقعوا الله يسر الافات. فاضعف الايمان هو نديروا السانتور ونمشيو بالسرعه القانونيه، لان يوميا للاسف كنفقدوا ناس في الطرقات المغربيه. كاين بزاف ديال الناس اللي يعني اللي فقدوا الاسر ديالهم، فقدوا اولادهم، ولات عندهم عاهات. نتمنى ان هذه الرساله تكون وصلت للمغاربه كاملين. والله يرحم هشام بلقاس. بغيت نعرف منكم يعني فاش مشى هشام بلقاس
كيفاش وليتوا كتحسوا في الفرقه ديالكم؟ كانت بدايه يلا بدا معنا ما بقيش لقيناه. هو كان خونا صاحبنا يعني، هو ولد عم جيجيفان، عم العائله ديال جيجيفان. دونك هو كان كيجي عندنا المحل ديال الموسيقى اللي كنا دايرين وهذا، يعني كان بحال صاحبنا، كان او ميم طون بحال فان، بحال خونا، فهمتي؟ يعني اي حاجه كانت تيرافقنا فيها. وكانت عنده خدمه ديالو كديجي، يعني كان تيخدم في دي ريستورون في مراكش، تيخدم في لي سواغي بريفي، تيخدم، مي ما عمرو كان راضي على هذيك الخدمه. كان دائما تيجي عندي بالليل، مع تنبقى خدام في استوديو بالليل، ومع امين المانجر ديما هو تيكون معاه، وديما كان كيتشكى نفس الكلمه، كان تيقول لي بانه عييت، مي ما كانش دائما، ما كانش راضي على هذيك الخدمه الليل، كان تيقول لي انا عييت. اشاك فوا كان كيجي عندي بالليل كنكون في الاستوديو انا، تيبقى يشكي عليا، تيقول لي عييت اخويا من هذا الليل وهذا، لانه هو كيصلم وحافظ وداخل سوق راسو، ماشي شي واحد اللي ديما يضحك، ما عمرك تشوفو ديما مقلق، ديما ضاحك، ما عندوش مشكل في حتى شي حاجه. كان تيقول لي راه هذا، وانا كنبروبوزي عليه، كنت كنقول ليه وا علاش ما علاش ما ديرش يديك في يدينا، حنا نخدموا وزيد. تيقول لي اخويا راه ساني دي كونطرا وعندي دي زونغاجمون مع الناس وهذا وهذا. خدا وقته سبحان الله العظيم في هذاك العام، في هذاك النهار اللي غادي، نهار الليله قبل، يومين قبل اللي عندنا الفيستيفال ديال 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 فاس، جا عندي وقال لي محسن صافي انا قررت. قلت له شنو قررتي؟ قال لي قررت انني غادي نعتزل داكشي اللي كندير، وغادي ندير ايديا في ديكم، حتى تعجبني الموسيقى، تنحماق على الموسيقى، على الاقل غنخدم مع اخوتي. قلت لي ما غاديش تندم على هادشي، لانه راه الاجر اللي تتقاضى عاوتاني في الخدمه ديالك بوحدها، راه ما غاتبقاش تلقى ديك الحريه ديالك انها تقدر تخدم معنا وتعاود تخدم حاجه اخرى. قال لي قررت غنخلي كلشي مورايا، وديجا راه حطيت لا ديميسيون ديالي، وديجا عاد عرفت من المناجر من امين ما تيكون معاه دائما، عاد عرفت بانه سبحان الله العظيم نفسه علما عيط للناس تيتسالوا الفلوس، مشات لها الفلوس، عطى للناس اللي كيتسالوا شي حاجه عطاها له، سبحان الله. جات يضحك القصه ديال هشام غريبه، خصني ناكد لك على واحد الحاجه، اسمح لي محسن ما قطعتكش، والخطيره فهادشي اللي خاص يعرفوها الناس، ماشي خطيره ولكن مدهشه للغايه، هو انه الليله قبل ما يموت موالف هشام ديما تياخذ من عندي بي اس بي ديالي، تيبغي يتمزاك ولا يلعب ولا جا عندي البيت، انا سالينا لو كونسير، كلشي زين، كلشي في امان الله، جا عندي تيتهج عليا وبرزتني، عطيني البي اس بي ديالي معايا، عطيني وانا جري عليه من البيت، هو وخليفه وواحد التايلاندي كان خدام معنا ريجيسور، جريت عليهم قلت لهم خرجوا عليا التيساع خليني راه بيت سميتو. الخرجه اللي خرجوا هما في حالاتهم، هشام راجع عندي البيت تيانسيستي عليا باش يعاود ياخذ البي اس بي، وحتى عيط ليا في التليفون وما تنجاوبوش. الشيء اللي عاود لنا هذاك التايلاندي هو ملي كانوا قاعدين الدراري، ما عرفتش واش كنتوا انتم بجوج ولا كان واحد فيكم قاعدين بيناتهم، هو يقول لنا هذاك التايلاندي ما تنتخيلش انا في الناير ناقص منها شي واحد. هذيك الليله، هذيك الليله، الليله قبل الغد اللي غادي يموت هشام، نطق هشام بوحدو في وسطنا، هو يقول لهم انا اللي غادي، انا اللي غادي نقصكم وغادي تبكيو عليا هكا. لا واش غتبكيو عليا؟ واش غتبكيو عليا؟ وبالضحك تعانق مع ذاك التايلاندي ويقول لي نو ما كنشوفش انا في ناير انا غنقصها شي واحد، ما بقى نقدر نقصها، انا اللي غادي نقص، واش غتبكيو عليا؟ سبحان الله. والليله ديال الكونسير الاخراني ديالنا خدامين، وقع واحد الديكور ما فهمناش حنا، خدامين ويتوقف الموسيقى، كيبدا تيقطع الموسيقى على حسب الكلمات اللي عندنا لي طونفور ديالنا وهذا، تيقطع معنا الموسيقى، تنبداو نضحكوا هذا بيناتنا جو تنديروه. واحد الوقيته تقطعت الموسيقى ما رجعاتش، ما بقاش حنا عندنا روبير في الغناء، يعني ما تنسمعش الموسيقى، ما داكشي لو روتور، كنا تنغنيو تنغنيو تنقول له غير رد، غير رجع، غير رجع، غير رجع، ما رجعش، لقيتهم بانيكي درت، هو يقول لي قلت له شنو؟ ما عرفتش. بدينا تنضحكوا عاودنا من الاول، ملي هضرت معاه قال لي ما عرفتش، نزل ما باقيش طلع. سبحان الله. هادي في الليله قبل ما يموت وقعوا شي حوايج عجيبين جدا كاع، ما تدخلوش لراسك. ومن بعد ما باقيش، ما تلاقاش بينا كاع ديك الليله، ما جلسش معنا كاع، هز التليفون ديالو دخل الميني بوس تنقلبوا عليه، ما تعشى ما جلس معنا، عيط الوالده ديالو ما كانش شافها شي 3 شهور كاينه في العيون، تليفون تيهضر معاها وحط حداه لي كادو اللي شاري ليها، وكان مقلق هذيك الليله بزاف كاع، فايت القلق فايت القياس، ما مرتاحش. واللي نزيد ناكدها هو انه حيت بزاف الناس ملي وقعت الحادثه وبداو الناس كيدويو كيقولوا اه لحاله السكر وقيله، ولكن اللي تنزيد ناكدها دابا هو عنده، هو في دار الحق وحنايا مازال في الدنيا، نزيد ناكد هو انه صلينا الصبح بجوج ونزلنا باش نفطروا في لوطيل. الناس كتهضر للاسف، الناس تهضر، الناس كتدوي، ولكن حنا كنسامحهم لان كل واحد اللي كيبغيك دائما تيقلب عليك في كاع الحالات، اما زوين اما خايب، المهم هو بغى يعرف عليك وصافي. وطبعا اللي عرفنا بانه في جميع الجولات ديالكم، وهذا سكوب
طبعا قالوا لي المانجر ديالكم امين الحناوي بيا داك قال لي السكوب اللي قال لي هو ان في جميع الجولات ديالكم والسهرات ديالكم ديما كيكون معكم واحد تريكو اللي هو ذكرى ديال المرحوم آخر كان اخر تيشيرت لبسو هو هذا الليله قبل ما يموت هذا مازال فيه الريحه ديالو كيف ما هو كيتطوال اخر ليله فاش 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 تسلمنا معاه وفاش توادعنا معاه وفاش كان مغسل تطوى كما تطوى بالسروال ديالو بالسبرديله ديالو بالكاسك ديالو بقى في واحد الساكوش حتى تحت فضلك هذا